أشخاص الدافئ يتواجدون في جميع القارات بأشكالهم المختلفة على عكس الحيوانات الأخرى، فقد طوروا قدرتهم على التكيف مع طرق الحياة المختلفة. سنتعرف اليوم على السحلية قاذفة الدم. لا تنسوا متابعة قناتنا أقوياء البرية، ابقوا معنا. هناك في صحراء سونوران الواقعة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، ومنطقة متنوعة بيولوجياً للغاية، تضم أكثر من 100 نوع مختلف من الزواحف وأنواع من السحالي والسلاحف الصحراوية. في هذا المشهد وتحديداً في صحراء سونوران سنتابع لقطات من معركة شرسة بين السحلية ذات القرون وبين أفعى ظهرت متسللة كعادتها بين الأعشاب. ربما كانت تبحث عن فريسة لتصطادها، أو أنها تغير مكانها الخاص بها لتتنقل إلى آخر. وفي هذه اللحظات تظهر أمامها السحلية ذات القرون والتي بدورها تمتلك عدة دفاعات، وهنا تبدأ المنازلة بين الطرفين، بين دفاع وهجوم. حدث الصراع بين الأفعى والسحلية ذات القرون، وكل منهما يحاول أن يشد حبل النصر لصالحه. في البداية لم تتمكن السحلية من تحقيق أي انتصار يذكر، ذلك لأن منافسها خصم لا يستهان به. السحلية ذات القرون لها الكثير من الأعداء الطبيعيين الذين لا يترددون لحظة عن تمسيقها إن وقعت بين أيديهم، كالبوم والطيور والنسور والأفاعي والثعابين وغيرها من الحيوانات المفترسة التي تتربص بها. أخذ الطرفان وقتاً بسيطاً من الاستراحة لتعود المعركة على أشدها، وهنا في هذه اللحظات تستخدم السحلية وسائلها الدفاعية العديدة، منها كأسلوب تكبير الحجم، حيث قامت بنفخ جسدها لتبدو أكبر حجماً مما هي عليه، كما أنها فتحت فمها ووقفت متأهبة لمواجهة الأفعى، وأن بأسلوبها هذا تقلد أسلوب السحلية المزركشة والذي كثيراً ما ينجح على إبعاد الأعداء عنها، كما أنها استخدمت أسلوب التخفي والتلوث، حيث أنها استطاعت أن تغير لونها إلى لون الوسط الموجود فيه، وذلك لكي يصعب أن ترى أو تشاهد. هو نفس أسلوب الحرباء في التخفي، وإن كانت لا تقارن ببراعة الحرباء في هذا المجال، إلا أنها تستطيع أن تجيده بمهارة. وفي مشهد آخر نشاهد معركة بين السحلية ذات القرون وبين ذئب بري. حاول الذئب الإمساك بالسحلية، إلا أنها كانت في كل مرة تستطيع الهروب والتخفي بمهارة، وفي النهاية وبعد محاصرتها من قبل الذئب استخدمت أسلوبها الدفاعي الغريب، وهو أسلوب بخ الدم، حيث أنها استطاعت أن تؤدي هذا الأسلوب المرعب والمربك بمهارة عالية، فهي إذا حوصرت تستطيع أن تتحكم في تدفق الدم بجسدها، لذا فإنها تزيد من تدفق الدم على منطقة الجفون التي تحتوي على غشاء رقيق يؤدي ضغط